اهلا بكم دايما في الناس الحلوه. اهلا بكم. خلي بالكم انا هحكي لكم حاجه مهمه جدا وهتبقى سلسله، لان هفتح ملف في منتهى الخطوره. يمكن الناس في الفتره القادمه تلاحظ او يتاثرون فعلا بانه او يلاحظون انه مستوى الاطباء الشباب في مصر لازم ننظر له نظره اهتمام شديده جدا. لكن من ضمن عوامل التي تؤثر بالسلب على مستوى خريجين مصر في السنوات الماضية شيء خطير ومهم للغاية. الشيء ده عنوانه وجود سمسرة لما يسمى بالامتحانات العملي في كليات الطب الموجودة في مصر. القصة ايه؟ في مصر حاجة مهمة جدا اسمها العيان المزمن او الكرونيك بيشن، ويمكن كل الاكاديميين وكل الدكاترة وكل طلاب مصر هيفهموا كلامي كويس جدا. الكلام ده مهم جدا. يعني ايه عيان مزمن؟ يعني عيان بقاله سنين طويلة بيدخل المستشفى بيتعالج، فهذا العيان بالتدريج بيحترف ان يكون زي ما بيقولوا موديل يتشرح عليه بعض المحاضرات ويدخل امتحانات. الكلام ده اتعمل في فيلم اسمه طالع النخل اللي انا بقوله ده، يعني مش انا بس اللي انا بتكلم فيه، لا ده اتعمل فيلم بتاع الاستاذه القديره فردوس عبد الحميد، وكان عبد الله محمود الله يرحمه الفنان المتميز للغايه الله يرحمه ويحسن اليه كان عمل هذا الفيلم، استاذ صلاح السعداني. واستاذ صلاح السعداني ربنا يديله العمر قام بدور مهم اللي هو ايه؟ سمسار حالات، سمسار عيانين مزمنين. القصه بتبقى ايه؟ العيان المزمن ده بقى بيكون عنده مرض، هو خلاص بدا يروح المستشفى فترات طويله، ممكن يكون عيان قلب، عيان تضخم كبد، عيان عنده مشاكل خاصة بالمفاصل، أو عيان مخ وأعصاب عنده مثلا سكر عامل له التهابات عصبية، عامل له شلل نصفي، بقى عيان مزمن. الناس دي غلابة بس بيستغلوا استغلال خاطئ. المشكلة بتحصل إنه العيانين دول بيوهموا الطلبة إن هم هيقدروا يعني يديلهم معلومات ساعة الامتحان، زي بالظبط فيلم على باب الوزير بتاع الاستاذ الكبير النجم عادل امام. كان طالب في كليه الطب ودخل على عيان قال له قول لي انت عندك ايه؟ قال له انا مش هنطق الا ما تدي لي 20 جنيه. طبعا الكلام دلوقتي مش كده خالص، الفلوس بياخدوا دول بياخدوا فلوس كتير خالص. اللي بيحصل انه طالب الطب بيعتقد انه ممكن جدا، او الناس دي عندها اصرار ان هم يوصلوا للدكتور لطالب الطب في سنه خمسه او في سنه سته او في سنه رابعه انه مش لازم يذاكر قوي، وقبل الامتحان يا ابني احنا هنحفظك تقول ايه للممتحن. والكارثه انه الموضوع مش كده خالص، الطب لازم الطالب يذاكره كويس جدا ولازم يستوعبه كويس جدا ويشتغل عليه كويس جدا عشان يقدر يعدي الامتحان. يوم الامتحان هو اليوم اللي هم بيسعوا لاكبر مكسب مادي ليهم، فبيدخلوا يتحجزوا في المستشفيات. يوم الامتحان بيتم عمل زي بالظبط ابتزاز للطلبه اللي داخلين يمتحنوا، وبيتاخد فلوس من هؤلاء الطلبه. طبعا القصه هنا محتاجه تساؤلات كثيره جدا، الكلام ده على جميع المستويات، كل جامعات مصر فيها هذه القصه. للاسف الملف ده محدش بيجيب سيرته خالص، جه فيلمين مره بشكل سريع جدا وكوميدي اللي هو فيلم على باب الوزير، لكن جه في فيلم تاني دقيق للغايه وكانت قصه، بس للاسف الفيلم ده ما بيجيش كتير في التلفزيونات، الخامه بتاعت الفيلم نفسها بتهيألي انها محتاجه اعاده مونتاج او اعاده صيانه. الفيلم المشهور جدا عندي انا وعند الاوساط الطبيه اسمه طالع النخل. اللي بيحصل ان طلبة الطب كتير منهم بيورث في دماغهم او بينقلوا لبعض خبرات انك يعني ما انت ما تذاكرش، انت قبل الامتحان هتروح تشوف العيان ده والعيان ده والعيان ده وهو ده اللي هتدخل تمتحن وتقول الكلمتين اللي فيه فخلاص هتعدي. النتيجة في الاخر ان مستويات طلاب الطب بدأت تقل، لان الحكاية دي بدأت تزيد، حكاية وجود عيان مزمن بيشتغل سمسار. أرجوكم تنبهوا لهذه القضية، لأنه طالب الطب لو ما ذاكرش كويس مش هيطلع دكتور شاطر، ولو ما طلعش دكتور شاطر في بداية تخرجه مش هيبقى بعد كده دكتور شاطر في المستقبل، لأن الطب عملية تراكمية عايزة خبرات من الأول للآخر، عايزة شطارة من الأول للآخر. مفيش دكتور
كان طوال ايام سنين عمره كان ما بيذاكرش وكان خايب وفجاه يبقى نبغى بعد كده. مفيش الكلام ده وما بيحصلش الكلام ده ابدا ومستحيل انه يتم. ممكن العكس، ممكن واحد كان شاطر ويخيب لكن خايب ويشطر، يعني ده صعب شويه. لكن خلي بالنا من هذه المنطقه المهمه جدا وهذه الحفره العميقه وهذه الفجوه بين الحق اللي المفروض يكون من اداء علمي واجتهاد وبين الواقع من فهلوه وابتزاز واستغلال لولاد صغيرين سنهم وخبراتهم في الحياة مش هتأهلهم لفهم هذه نقدر نقول الحفرة أو الشرك الغريب جدا جدا اللي بيترميهم في الأرض وهم مش دانين. ده بيعدوا وكتير منهم على الفكرة بيقعوا للأسف، بيعيدوا سنوات أو بيمروا بتجربة مش جيدة وبيفقدوا سنوات مهمة جدا من التعليم الهام جدا اللي هيفيدهم في المستقبل. خليكم فاهمين اللي أنا قلته كويس جدا، وده ملف كبير وهنفتحه وأكيد هيكون معنا سنة. نسبة أمان العملية النهاردة العالمية اللي بنقولها 99%. مع عملية تحويل المسار المصغر لن تكون مريض سكر، أنت لم تعد مريض سكر. جراحات السمنة تشفي مرض السكر بنوعين. مشاكل السكر معتمدة على مدته. عندنا في مصر نتائجنا بنفس الامان زي المعدلات العالميه. العيان بيتنقل نقله تانيه. الاستاذ الدكتور ياسر عبد الرحيم، استاذ جراحات السمنه والسكر والمناظير والاورام بكليه الطب جامعه عين شمس. استاذ بقسم جراحه السمنه والسكر بكليه الطب جامعه عين شمس. اهلا بكم. ان يهاجمك عدو واحد هذه يعني شيء خطير جدا، هذا شيء خطير. لما يكون اثنين اعداء اخطر واخطر. تخيل بقى لما يكونوا مجموعه، لما يكونوا ثلاثه، لما يكونوا اربع اعداء. السمنه لما تجيلك لوحدها خطر شديد جدا وخطر داهم. واسد مفترس. لما يجي معاها بقى سكر، تتكلم كمان عن اسد جايب معاه نمر. لما يجيبوا معاهم كمان الضغط، انت بتحط معاهم كمان دب مفترس. اسد ونمر ودب الاثنين بيهاجموك، انت ميت لا محاله لا قدر الله يعني، او متعرض لمشاكل عنيفه لا محاله. خلينا اقول انه ممكن القضاء على الثلاثي ده بضربه واحده، بضربه واحده، ودي عامله زي البلياردو. تخيلوا ثلاث كور بلياردو محطوطين وكره تيجي تضربهم الثلاثه وتودي كل كره فيهم في البوكت المظبوط. مين اللي يقدر يعمل كده؟ ده سؤال مهم جدا. اعتقد ان هذا السؤال يعني يتطلب مني ان انا ارحب بضيف العزيز. والحقيقه النهارده عندنا ضيفين عزيزين، لكن خلينا اقول انها النهارده بصدد طرح قصه مهمه جدا. خليني اعرفكم بابطالها، وطبعا بطل هذه القصه هو افضل من يجاوب على من يستطيع ان يتصدى الى الذئب او الدب المفترس والاسد والنمر معا. ضيف العزيز، القيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير، وطبعا استاذ الاساتذة في هذا المجال، هو الاستاذ الدكتور ياسر عبد الرحيم. اهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا، منور يا دكتور ياسر. ربنا يخليك. والله احنا سعداء بهذه الزيارة الرائعة، وخصوصا ان حضرتك احضرت معاك الضيف النهاردة عزيز عليك وعلينا. طبعا هو الاستاذ رجب علي عواد. استاذ رجب علي عواد هو احد مرضاك اللي كان يعاني من مجموعة من الامراض، وكان وزنه 135 كيلو، ما شاء الله دلوقتي وزنه وصل الى 90 كيلو في خلال اربع شهور بعد عملية تحويل مصر. اهلا بك يا استاذ. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، منورنا في الناس الحلوه. ربنا يعزك. سعداء بهذه الزياره الحقيقه، وقدر هذه الزياره تقديرا كبيرا. ربنا يعزك يا فندم. دكتور ياسر بيه، قبل ما ادخل في الحوار، ثلاث وحوش جبابره حوالين الانسان، من هم الثلاث وحوش اللي ممكن يهاجموا الانسان بهذه القسوه، وكيف نتصدى لهم بضربه واحده؟ دكتور ايمن، هم 52 وحش. 52 وحش بالظبط، بس حضرتك جبت اول ثلاثه في المقدمة، اللي هم السكر والسمنة والضغط. طبعا دي وحوش متوحشة، ومعنا النهاردة الأستاذ رجب من الناس اللي كانوا أحد ضحايا هذه الوحوش، لكن الحمد لله من فضل الله ربنا سبحانه وتعالى أراد له أن هو ينقذه منهم في الوقت المناسب، اللي هي السمنة والسكر والضغط وتوابعهم زي ما هنا حوالي 52 مرض.
الاستاذ رجب ده كان جالي على فكره، هو راجل محترم مدرس لغه انجليزيه وكان بيعاني من السكر والضغط، وكانت مشكلته ان هو كانت السمنه بتاعته اساسا في البطن. والنهارده عايزين نتكلم على سمنه البطن اللي هي مش البطن قصدنا بس اللي هي بنسميها بلدنا الكرش، يعني الدهون اللي تحت الجلد، لا الدهون اللي على الاحشاء الداخليه، ودي مشكلتها الكبيره واللي هنتكلم عليها النهارده بالتفصيل باذن الله. ان شاء الله. اذا سنذهب الى حوار مثير جدا، ولكن اسمحوا لي ان ابدا بالابيض والاسود والرمادي. ابيض اسود ام رمادي؟ كل السمنة خطر، ولكن سمنة البطن هي الأخطر على الإطلاق لمضاعفاتها الشديدة. أبيض أسود أم رمادي؟ أبيض أبيض ناصع البياض. حضرتك سمنة البطن هي الكارثة في السمنة اللي عندنا، وكل ما يقال عن السمنة دكتور أيمن يقال عن دهون البطن. دهون البطن مش قصدنا الدهون اللي هي تحت الجلد، الدهون اللي حوالين الأحشاء، حول الكبد، حول المعدة ومنديل البطن والقولون وكده. طب ليه؟ ودي النهارده هنقول مفاجأة جميلة ليه احنا بنقول ان العيان بيستفيد من عمليات السمنة، بالذات تحويل المسار. السكر والضغط والحاجات بتحسن قبل الوزن، هقول لحضرتك ليه بعد شوية. المشكلة احنا درسنا القصة دي بالتفصيل، ان الدهون الداخلية داخل البطن اللي عند الأحشاء هي دهون نشطة، بتطلع هرمونات، بتطلع أحماض دهنية، بتطلع كوليسترول، بتطلع دهون، بتطلع هرمونات زي هرمون الانوثه، تبتدي تدخلنا في متلازمه كبيره جدا اللي هي المتلازمه اللي بتتكون من ضغط، سكر من النوع الثاني، العين عندهم طبعا الهرمونات اللي بتطلع من الدهون دي زي هرمون الانوثه. هرمون الانوثه ده لو في ست قلنا هيبوظ لها التبويض ويبتدي يعمل تكيس على المبايض، في الرجاله يبتدي ياثر على الناحيه الجنسيه قبل تصلب الشرايين، لان الناحيه الجنسيه بتتاثر في الناس دي عن طريق تصلب الشرايين، فبتعرف عمليه الانتصاب هي عمليه دمويه بحته، فبيبتدي ياثر عن طريق هرمون الانوثه اللي بيطلع، يقلل الرغبه الجنسيه، يقلل الانتصاب، يقلل الحيوانات المنويه، يضعف الحيوانات المنويه، كل ده بيطلع من دهون البطن. مش من اي دهون، واللي احنا بنسميها حتى سمنه التفاحه. العيان بيبقى عامل ذات ايه الفرق بين التفاحه والكمتريه؟ التفاحه تخينه من فوق والكمتريه تخينه من تحت. بالظبط، التفاحه ودي بتبقى اكتر في الرجاله واحيانا في بعض الستات، لكن العلم حضرتك سمنه الرجاله اخطر، لان سمنه الرجاله بتاخد شكل التفاحه، الستات بتاخد شكل الكمتريه. الكمتريه تبقى ست رفيعه من فوق، بعدين تبقى تخينه في منطقه الارداف والفخدين، عشان كده تلاقي الست وزنها 170 كيلو وانا عندي انا 217 كيلو وما عندهاش سكر وما عندهاش ضغط، حاجه غريبه جدا. 217 كيلو ما عندهاش سكر وضغط، ان سمنتها متمركزه في الجزء الاسفل. تبص تلاقي واحد سمنته متمركزه في البطن حتى لو وزنه طبيعي. انا شفت ناس وزنهم طبيعي، ودي كمان في الاسيويين اكتر قوي، وعنده كرش. تبص تلاقي لو عملنا له اشعه مقطعيه او اشعه صوتيه عنده الدهون بتاعته متمركزه داخل البطن. الدهون دي بتبتدي تطلع كل الحاجات دي، تلاقي يجي له ضغط، يجي له سكر، يجي له اورام خبيثه، على فكره دي برده مهمه جدا، يجي لهم اورام خبيثه، الرغبه الجنسيه عندهم بتقل، بيبتدي يجي لهم تصلب شرايين انها بتطلع دهون من داخل البطن. فطبعا سمنه البطن دي هي الكارثه الكبرى في الناس دي. وعشان كده دكتور ايمن احنا بنقول ايه؟ العيال لما بنعمل عمليه تحويل مسار مصغر بيبتدي ضغطه يتظبط، يبتدي سكره يتظبط، رغبته الجنسيه ترجع قبل وزنه ما ينزل. طب ليه؟ العيان مثلا 217 كيلو وزنه سي بقى 207 او 200 كيلو، 17 كيلو اللي نزلهم تلاقي العيان فرق 100%. ليه بقى؟ لان الجسم بيعمل حركه ذكيه جدا من فضل الله. اول دهون بتنزل في الوزن، ودي معلومه اول مره نقولها، هي الدهون الضاره اللي داخل البطن. عشان كده الان قبل ما شكله الخارجي يتحسن يحصل الدهون اللي الداخليه تبتدي تقل. عشان كده الان يقول لك بيظبط سكره من يوم العمليه بالليل، من تاني يوم، من تالت يوم. ليه؟ بتبتدي دهون البطن تنزل، يبتدي العيان يتظبط. وعشان كده بنحذر الناس من سمنه البطن، سمنه البطن. طيب هيسالوني الساده المشاهدين، دكتور ياسر اعرف ازاي عندي سمنه في البطن؟ يا ريت الساده المشاهدين يكتبوا ورايا. لو جبت
جبنا مازوره زي بتاعه الترزيه كده ونقيس محيط بطن من عند السره. الراجل ما زادش عن 90 سم، الست ما زادش عن 75. طب امتى دخلت انت في سمن البطن اللي بنحكي عليها بقى دي؟ لو الراجل عدى 100 او الست 87.5. يعني انت عندك فارق كده من 90 ل 100 برضو فتره سماح، يعني فتره سماح. لكن فوق ال 100 ده خلاص انت دخلت في ضغط، سكر، هرمونات، اورام خبيثه، كل ده هيبتدي يخش. لو قيس محيط بطنك لو اكتر من 100 في الراجل او اكتر من 87.5 في السيدات. طب وانا باكل بزيد، كل 5 سم زياده بتزود الخطوره بنسبه 20%. فسمنه البطن هي السمنه الاخطر على الاطلاق. وجمال عمليات السمنه بتاعتنا مش من حاجه احنا بنعملها، من ربانيه بيعملها، ان ربنا سبحانه وتعالى بيبتدي يامر من عنده سبحانه وتعالى ان اول سمنه تنزل هي سمنه الاحشاء الداخليه اللي في البطن. الجسم ذكي مش غبي. خلينا نروح لسؤال مهم قوي للاستاذ رجب. فضل. انت استاذ رجب زي بالظبط تعرضت لهجوم عدوان ثلاثي. تمام. عدوان ثلاثي حلو بالظبط. فانت جميل. يعني احنا الوطن كله دلوقتي فيه عدوان كبير يعني، بس خلينا نروح للعدوان اللي تواجهته انت. تمام. العدوان الثلاثي ده سمنه وسكر وضغط، صح كده؟ تمام. وفيهم كمان كم عدو كده جه معاهم، احكي لي بقى ايه اللي حصل؟ والله يا حضرتك انا السمنه كانت عندي كانت مدمراني نفسيا، دي رقم واحد. رقم واحد كانت نفسيتي متدمره، انا ما كنتش بقدر اقوم بشغلي مظبوط. كنت مثلا كمان التدريس محتاجه مني مجهود وان اقف في الفصل فتره كبيره. ما كنتش بقدر اقاوم المجهود دوت. ثانيا لما طبعا السمنه بعد كده عملت عندي سكر، السكر اول ما بدا دمر عيني، جاب لي ميه بيضاء على عينيا الاثنين. الضغط، خشونه في المفاصل، تعب في الظهر، بقت عندي مشاكل في كل جسمي. فربنا اكرمني ان انا جيت سمعت عن عمليه تحويل المسار المصغر من خلال النت ومن خلال استاذ كبير كنت رحت زرته، قعدت معاه وبس، لقيت الاسعار اللي بيقولها لي خياليه. فاضطريت ان انا هروح اعمل عنده جراحه. ففي ليله جاي قاعد بتفرج على التلفزيون بالليل، سمعت الدكتور ياسر بيحذر من خطوره الجراحه دي انها خطيره جدا على الانسان. الجراحه المفتوحه. الجراحه المفتوحه. مش جراحه المنظار. يعني هو اجراء الجراحه بالطريقه المفتوحه دي هو كان الدكتور ياسر اتكلم فيها بالتفصيل وقال ان ده غلط. طبعا. وان المفروض ان الصح يتعمل بالمنظار. تمام. غيرت وجهتي في الليله دي. انت كان هيتعمل لك جراحه مفتوحه؟ تاني يوم. تاني يوم كنت هروح اشترك مع الطبيب المشهور دوت. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى وقف جنبي خلاني غيرت وجهتي 360 درجه. اقنعني بالعمليه، بصراحه حياتي اتغيرت 360 درجه. بدات احس ان انا اتولدت من جديد. هنقف هنا في اللحظه، خلاص المقابله بدات تتم، قرار العمليه هنتكلم، هنرجع تاني نتكلم على قرار العمليه. خليني اسالك يا دكتور ياسر على سؤال مهم جدا برضه، سمنه البطن اللي كان بيعاني منها الاستاذ رجب، سؤال متعلق بيها. سمنه البطن يمكن التخلص منها من خلال شفط الدهون من خلال البطن. هذا الحوار او هذا الكلام ابيض ام اسود ام ابيض؟ ده سؤال زاك جدا يا دكتور ايمن. طبعا الكلام ده اسود. كلام اسود تماما. ده عشان كده النهارده لابس الشياكه. يعني لا لا لا، بس حاجه جميله. ربنا لازم يبقى الاسود يعني هوليود. انت انا قلت النهارده احط اجيب لهم الذي يعبر عن هذا. يعبر عن هذا. طبعا شفط الدهون هي عمليه رائعه، عمليه جميله تجميليه، وعمليه تجميليه وبنعملها لعينين كتير جدا لما يكون عنده مشكله ان هو عنده كرش، وبنفحص العيان بنلاقي الدهون عنده مركزه تحت الجلد. لكن هي المشكله ان الدهون اللي بتسبب المشكله اللي عند الاستاذ رجب هي مش ناحيه جماليه. الراجل عنده الضغط، راجل عنده السكر، وهو على فكره مس نقطه خطيره جدا لفت نظري لها، ان ثبت كمان ان دهون البطن بتطلع مواد لا نعلمها بتؤثر على نفسيه العيان. العيان نفسيته بقى مكتئب، العيان نفسه بقى مكتئب. يعني بيطلع فاكتورز من البطن دي بتؤثر على نفسيه العيان. فالقصه كلها لما بنيجي نشفط الدهون يا دكتور ايمن بنشفط من تحت الجلد، فدي دهون تجميليه. لكن الدهون اللي بنتكلم عليها هي الدهون اللي على الاحشاء الداخليه البطن، ودي ما بتنزلش غير من خلال عمليات اللي هي بتعمل فقد للوزن زي التكميم وزي تحويل المسار والحاجات بتاعتها. لو اننا فكرنا ان نختصر جراحات السمنه في جراحه
تحويل المسار، هيكون الاقتصاد ده ابيض ام اسود؟ ابيض تماما، ابيض. لو لغينا كل عمليات السمنه اللي في الدنيا وتبقى التحويل المسار المصغر فقط فكفى بها، فقد اتم الله نعمته علينا، فكفى بها وكفى بها نعمه. تمام تمام. استاذ ركب، ايه اللي خلاك توصل للرقم 135 كيلو؟ يعني ايه اللي وصلك انك انت تبقى بهذا الرقم الكبير؟ اكيد عادات غذائيه سيئه. بتاكل ازاي؟ لا عادات غذائيه مش باكل ازاي، المشكله التوقيت بتاع الاكل. انا كمدرس طول اليوم في المدرسه، عندي شغل بعد كده، باجي عايز اكل مع الولاد، بضطر اكل بالليل وقت متاخر، اكيد باكل وبنام، فطبعا ده بيعمل ترسبات في الدهون، فزاد الوزن. فزاد الوزن بالظبط، زائد ان انا مثلا معظم اكلي بيبقى مثلا تيك اواي مثلا بره خارج البيت، اكيد كل ده بيرفع نسبه الدهون. انت كنت بتحب الحلويات؟ الى حد ما، يعني مش قوي، الى حد ما. بس الحمد لله رب العالمين، انا يعني كنت بخاف اكل الحلويات بالذات لما جالي السكر. دلوقتي كل الممنوعات الحمد لله، دلوقتي باكل كل نفسي فيه. عملت العمليه، احنا فات علينا 4 شهور دلوقتي من العمليه. تمام. ما شاء الله خسيت فوق ال 40 كيلو بشويه يعني، الحمد لله رب العالمين. ايه اللي حصل بقى للسكر والضغط؟ لاحظت ايه اللي حصل؟ حضرتك السكر كان دكتور ياسر من يوم العمليه طلب مني، قال لي ما تاخدش اي علاج للسكر. قلت له ازاي يا دكتور؟ طبعا اتفاجئت في الكلام، كلام غريب بالنسبه لي، انا كنت ما اقدرش مثلا اعدي يوم من غير ما اخد علاج السكر. فمره واحده اوقف العلاج، قلت اوكي، قلت له حضرتك اكيد ادرى مني من الناحيه الطبيه. فعلا جيت بقيس السكر بعد كده، لقيت السكر نورمال. اخر معاد لسه قيس فيه السكر امبارح 97، طبيعي. لدرجه الطبيبه الدكتوره الصيدلانيه قالت لي خلاص يا مستر، انت كده مش محتاج ان انت تقيس سكر تاني، خلاص الحمد لله السكر انتهى، انت بقيت نورمال خالص. والضغط؟ والضغط الحمد لله برضو شبه متوازن. نعم. كنت بتاخد كام دواء ضغط؟ باخد ناتريكس اس ار. دلوقتي؟ لا، كنت باخد ناتريكس اس ار بانتظام. دلوقتي كل كام يوم ممكن اخد حبايه. طبعا لحد ما الوزن ينزل، دكتور ياسر قال لحد ما الوزن ينزل، يعني مثلا محدد معاه الوزن 75 كيلو. قال لي ان شاء الله مش تاخد علاج خالص. ان شاء الله لما توصل ل 80 حتى كيلو احتمال ما تاخدش. تمام يا فندم، تمام. عظيم جدا. الحمد لله رب العالمين. اسمح لنا بقى نبدا ندخل في الكلام اللي زي ما بيقولوا السخن في الحوار. قبل ما نخش دكتور ايمن، هو الكلمه اللي قالها النهارده دي من فضل الله، اللي هو بيقول لك انا ما باخدش ادويه سكر من يوم العمليه. وهي دي القصه اللي انا بدي اعملها مع المرضى بتوعي. من فضل الله، انا ماليش فضل الله، انا دايما وشي حلو على عيانين. يعني الكتب يقول لك ايه، العين السكر بيظبط يوم العمليه، بعضهم يظبط خلال شهرين بالكثير، تلاقي السكر اسبوعين ساعات. قسم بالله، من فضل الله، أقول بالله جميع عيانيني، يمكن انا بقول وشي حلو عليهم، جميع عيانيني من يوم العمليه باخر عهد بادويه السكر من يوم العمليه، ده من فضل الله. يعني لو حتى 10 ايام جالك عيان بعد كده ظبط بعد 10 ايام كويس. والله انا هبطل وربنا ما كسفني. ده حلو، حلو ان شاء الله. امر ربنا ما كسفني. طيب هنروح بقى للكلام السخن، الكلام الهارد، المتهم الجن والبريء، وهسالك. اتفضل. لان في جناه اكيد في حياتك مهمين قوي، قد يكون اكلك، قد يكون فصلك، وهسالك اسئله برضه متعلقه بالمتهم الجن والبريء. اذا الى مرحله الاتهام ونشوف مين المتهم والجن والبريء. جن متهم ام بريء؟ الرأي الذي يقول أن تكميم المعدة غير مفيد لعلاج السمنة مع السكر، هل ده رأي متهم ولا جني ولا بريء؟ شكله متهم. متهم. ما أنا من عارف أنت فكرت شوية. بالظبط، أيوه، أنا أعتبره متهم. إن الجاني والبريء بيبان بسرعة، المتهم بتفكر فيه شوية. هو عملية تكميم المعدة برضو هي أحد العمليات الذهبية لعلاج السمنة، وبرضو يا ريت نجيب الفيديو بتاعها، بنجريها بالمنظار نفس الكلام برضو، برضو بنخش البطن، وهي تمثل الخطوة الأولى في تحويل المسار. بنفصل الجيب من المعدة، أو زي كم طويل من المعدة بواسطة الدباسات الجراحية الحديثة، يمثل حوالي 20% من المعدة. هنا بستفيد أول استفادتين من العملية، اللي هي بيبتدي كمية الأكل عندي بتقل، وهرمون الجريل اللي قلنا عليه بيقل. هذه العملية دكتور أيمن تفيد مرضى السكر، ولكن بشروط. ايه بقى الشروط؟ اول شرط ان يكون العين وزنه زايد. رقم 2، نعمل له حاجة اسمها وظائف البنكرياس، السي بيبتايد. لو انا عملت السي بيبتايد بتاع العيان،
لقيته اعلى من 3 نانو جرام، دي معناه ان العين هيستفيد زي تحويل المسار. لكن هي تحويل المسار تتفوق في ايه؟ في الهرمونات اللي بتعمل، التغيرات الهرمونيه اللي بتعمل. في بعض الناس بيقولوا، لكن ده لسه مش بروف، ان العمليه دي بتعمل نفس التغيرات، ولكن لسه الكلام ده تحت قيد الدراسه. لكن لو افترضنا بس ان انها بتقلل الوزن وانها بتقلل هرمون الجريلين، لو ان البنكرياس بتاع المريض السي بيبتايد بتاعه فوق 3، على مسؤوليتي نصيحة لكل الجراحين زمان، اجري هذه العملية وهديك نفس نتيجة تحويل المسار. طب امتى بقى ما تفيدش العيان؟ لو البنكرياس بتاعه تعبان جدا والسي بيبتايد عنده قليل، هنا بقى يبقى لازم تحويل المسار. يعني خلاصة الكلام دكتور ايمن عشان ما ندخلش الناس في لخبطة، العيان بيجي للجراح يعمل حاجة اسمها السي بيبتايد، السي بيبتايد قليل اقل من 3 لازم تحويل المسار، فوق 3 تقدر تعمل تحويل مسار او تكميم معدة. عظيم. استاذ رجب، هل كان قرار العمليه بالنسبه لك، احنا مصريين، المصريين عندهم ثقافه ان العمليات شيء مخيف تمام، مش زي الاوروبيين ولا الامريكان. خلينا نقف عند قرارك ومن قومه ومن ساعده. والله انا حضرتك لما جيت ان انا فكرت ان انا اخذت القرار ان انا اعمل عمليه، كان على يقين، اولا يقيني بالله سبحانه وتعالى، ثم الجلسة المفصلة مع الدكتور ياسر بإقناعي بالعملية، أخذت قرار الحمد لله واستخرت ربنا سبحانه وتعالى على العذاب اللي أنا كنت شايفه من السكر ومن السمنة ومن الأمراض المختلفة. فالقرار أخذته الحمد لله رب العالمين عن اقتناع. طبعا شاورت كل حواليا وزملائي واصدقائي واقاربي، منهم كان مؤيد ومنهم والكثيرون كانوا معارضين. بصراحه الكثيرون كانوا معارضون وخايفين من كلمه جراحه او كلمه عمليه في حد ذاتها. كشعب مصري فعلا زي ما حضرتك قلت بنخاف، بنخشى من هذا الكلام. فانا بصراحه من العذاب اللي انا كنت شايفه والاكتئاب النفسي اللي كنت عايشه، قلت خلاص هي موته ولا اكتر، ما انا كده كده ميت. فاخدت القرار ان انا اعمل عمليه. فانا بنصح السمنه قد كده، السمنه المفرطه مزعجه قوي، مدمره يا دكتور. انا حضرتك موت ولا اكتر، جمله مخيفه. بص حضرتك، اولا كناحيه صحيه مش قادر ان انا اشتغل، مش قادر اطلع سلم انهج، امشي انهج، مش عارف اعيش حياتي، لبسي مش عارف البس. يعني انا دلوقتي اللبس اللي عندي من حوالي 15 سنه بدات البسه من جديد، بدأت أشوف الحياة بشكل تاني وبطعم تاني وبلون تاني، حياتي اختلفت 360 درجة. فأنا بحمد ربنا على إني خدت القرار ونفذت، وإن ربنا يعني جعل الدكتور ياسر سبب رئيسي إن أنا أتولد إنسان جديد للحياة. الحمد لله رب العالمين. خليني أروح للوهم والشك واليقين مع حضرتك يا دكتور، ولكن هسأل كمان على بعض الطرق اللي الناس بتمشي فيها وتعتقد ان هي جيدة وتبان في الاخر انها طريق وهمي. نشوف مع بعض الوهم والشك واليقين. وهم، شك ام يقين؟ ساعات في السمنة المفروضة ناس تمشي كتير في طريق التخسيس بالانظمة الغذائية. فشل الأنظمة الغذائية المتابعة أو متعاقبة يقول بعض الآراء العلمية أو تقول أنه يمكن أن يؤدي إلى ظهور كرش وسمنة في الأمعاء بشكل كبير، وقد يحدث ضرر أكثر منه عندما تفشل طبعا الأنظمة الغذائية. ده وهم ولا شك ولا لا؟ يقين طبعا. دكتور أيمن، احنا قلنا الأنظمة الغذائية بتنفع المريض إذا كان هو وزنه 15 كيلو زيادة فوق الطبيعي. طب إذا واحد وزنه 30 أو 40 كيلو زيادة يا دكتور أيمن، مع ضغط، مع سكر، مع زيادة حمض بوليك في الدم، مع 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 مع، أنت بتنزل عضلات ودهون وبعدين ترجع تزيد دهون فقط، بعدين تنزل عضلات ودهون وتزيد دهون فقط. عشان كده لو جاي اتنين عيانين وزنهم مثلا 150 كيلو، واحد عمره ما عمل ريجيمات، واحد عمل ريجيمات كتير جدا، واعمل نفس العمليه بنفس التكنيك في نفس الاثنين عيانين، لان اللي هو فيرجن اللي هو لسه ما عملش حاجه قبل كده، بتلاقي نزول وزنه بصوره خياليه. العين الثاني بتلاقي جسمه بيدينا بالتنقيط البطيء، لان الجسم بيتعود ان هو يقلل الحرق بتاعه. انت تقلل اللي داخل يقلل الحرق، تقلل اللي داخل يقلل الحرق، بقى بخيل بالظبط كده.
تعالى نتقمص دور الحكام في كرة القدم ونستخدم الكروت، الكروت الصفراء. انذار. مين اللي تديله يا استاذ رجب كارت اصفر؟ انذار، خلي بالك. تمام. بدي انذار لمريض السمنة. لازم يلحق نفسه بسرعة، ياخد القرار. بدل ما تحول حياته لعذاب، هتبقى مجموعة من الأمراض مش يقدر إن هو يقاومها بعد كده. فلازم بسرعة يقاوم السمنة بأسرع وقت ممكن. دكتور ياسر، بكارت أحمر لمين؟ طرد. كارت أحمر لأي حد مش حاسس بمشكلة الإنسان اللي قدامه. الإنسان اللي قدامه اللي عنده سكر وعنده ضغط وعنده سمنة قد تودي بحياته ويبتدي يصبطه انه ما يعملش العملية. خليك كده، اللي عنده الضغط، عنده السكر، عنده وعنده وعنده وعنده، حياته العائلية ملخبطة، النفسية. وعلى فكرة الأستاذ رجب من الناس كان لما بيجي لي العيادة في الأول كنت دايما ايه، قاعد مكتئب وقاعد زعلان. النهارده ما شاء الله نفسيته فرقت جدا، بقى انسان تاني خالص. فحرام عليك انك انت تفتي في حاجه انت مش عارف اللي قدامك ده بيعاني من ايه، مش عارف ينام بالليل من ايه، السكر هيعمل فيه ايه، وتتخوفه ان هو يعمل عمليه. انا بديله كارت احمر. انت نورتنا النهارده، سعادتي سعاده غامره بهذه الزياره الرائعه، وكالعاده مبهر، وكالعاده يعني تمتلك هذه القدرة العالية جدا المعروفة عنك في توصيل المعلومة بشكل رائع جدا، وإيجاد الطريق الأفضل لعقول كثير من الناس اللي ممكن بعضهم ربما يكون شوية متخوف، ربما يكون شوية قلق، ربما بعضهم قد لا يستوعب فكرة الجراحات عموما كحلول طبية ناجحة، لكن بتبهرني دائما بهذه الحلول المتميزه في اجاباتك وايضا في التاكيد والمبسطه، بحكم ان انت مدرس زمان يعني عارف بالزبط. كلمه مبسطه دي رحت انت واصل لي، فبتنورني دايما دكتور ياسر. ربنا يخليك دكتور ايمن، وانا بتشرف مع حضرتك دايما في البرنامج المحترم والجميل، وحضرتك بتبهرنا باسئلتك الرائعه. والحقيقه يعني انا باجي بقعد معاك هنا ببقى مستمتع. ربنا يخليك سعيد. استاذ رجب نورتنا والهمتنا شيء مهم جدا جدا، وطبعا يعني تهانينا على هذه الخطوة، تهانينا على حياتك القادمة، وتوصياتنا الكاملة بالرياضة، كمان نشر الثقافة اللي انت اكيد تمتلك جزء كبير منها. بره الناس اللي مروا بهذه التجربة ملهمين للمجتمع اللي موجودين فيه، وبيحاربوا شبح كبير جدا، اعتقد مجموعة من الاشباح، بل مجموعة من الوحوش، خلينا نقول كده، هم وحوش السمنة. تمام، نورتنا دكتور. ربنا يخليك يا فندم، اتشرفت بحضرتك واتشرفت بالبرنامج وبأسرة البرنامج يا فندم. أشكرك. وكلمة أخيرة بقولها للسادة المشاهدين، ما تترددش لحظة إن أنت تطارد العدو الأكبر السمنة، لأنه ده هيدمر حياتك كلها. السمنة، هذا السجن الذي ربما يزمن الكثيرين، والمشكلة في هذا السجن أنه بلا قضبان، ولا أحد يعلم أنه سجن، ولا أحد يدري كم الحزن الذي يكون في داخل هذا السجن، لا أحد يدري إلا المسؤول فيه فقط. أرجوكم ابقوا معنا ساعة. بمعدل قد إيه بتشوف حد تبقى عارف إن هو عامل تجميل؟ كتير جدا. لو بقى عايزك توصف لي تفاصيل هذا الكفاح المسلح. لا، أنا طبيب في الأساس، طبيب مهمته يعالج. ناس كمان ثقافتهم في الأسنان، لا إحنا قدامنا سنين. أي وصفة بعيد عن طبيب الأسنان، في الآخر مصيرها تدمير الأسنان. الدكتور نور الدين مصطفى تخرج من كلية طب الفم والأسنان جامعة القاهرة، تخصص في مجال تجميل الأسنان، عضو الجمعية الأمريكية لتجميل الأسنان، عضو الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان جامعة نيويورك، أحد مطوري حشوات الأسنان التجميلية. أهلا بكم. بلا شك هناك معتقد خاطئ عند كثير من الناس أنه تجميل الأسنان معناه أن أنا أخليها بيضة، تجميل الأسنان معناه أن أنا أخليها مرصوصة كويس،
ده فكر مش منضبط، مش بس بيضة، مش بس مرصوصة كويس. يعني ايه مرصوصة كويس؟ كلمة مرصوصة دي برضو كلمة محتاجة توضيح، محتاجة ان احنا نفهمها اكتر. اخطر حاجة يا جماعة ان واحد عنده مشاكل في اسنانه ويلجأ الى عالم تجميل الاسنان، فيروح يعمل تجميل في اسنانه، فاي حد يشوفه يقول له انت على فكرة انت عامل تجميل في اسنانك. اي حد يشوفه يقول له اسنانك كويسة معمولة حلو، ده خطر، لانه هو خلاص انت انتقلت من مرحلة الطبيعية الى مرحلة الصناعية، تحولت من الانسان تبدو طبيعي الى انسان صناعي شكلا معمول. عشان كده دايما التجميل، كلمة التجميل في الطب وفي طب الاسنان لازم يكون ليها شرط وبريكوشنز ومحاذير مهمة جدا، وهي ان انا امشي دايما في اتجاه وفي طريق ان انا اطلع شكل طبيعي. ده احنا بنفتقده في مصر الحقيقة. ليه؟ لانه برضو احنا كتير من الناس بتتصدى لعالم تجميل الاسنان ومش واخدين الخبرة ولا التريننج ولا التجهيز النفسي والتجهيز التعليمي والتجهيز الخبرة المطلوب للتعامل مع عالم تجميل الاسنان. عشان كده النهاردة هو ده هيكون بداية الحوار، وهو ده مضمون الحوار الاساسي. هل تجميل الاسنان سهل ولا صعب؟ طبعا صعب، بس ليه بنشوف حالات كتيرة واضح انها معمولة، وحالات كتيرة باين جدا انها مصطنع او مصنوع ارتفيشال؟ ليه رغم انه التجميل بابه انفتح جدا؟ هل الفتحة بتاعت باب تجميل الاسنان على مصراعي دي اضرت بالمنتج النهائي؟ فبقينا نشوف تجاوزات، ده هيكون جزء كبير من حوارنا النهاردة مع ضيف العزيز الخيمة العلمية الكبيرة والاسم المتميز استاذ الدكتور نور الدين مصطفى. اهلا بك يا دكتور نور. اهلا بك يا دكتور. معلش انا كان لغتي فيها هجوم شوية، ولا انا كنت منصف ولا ايه رأيك؟ منصف جدا طبعا. جدا طبعا. تجميل الاسنان زي اي فرع او منتج في العالم، في حاجات تبقى براندات تبقى بتخاف على اسمها، فبتطلع المنتج النهائي بشكل محترف ومحترم، وفي هنقول الحاجات اللي بنقول عليها زي السكند ليفل او المستوى الثاني، اللي هو بيشتغل اسما ان هو بيعمل تجميل اسنان لكن ما عندوش اي خبره، وفاكر ان تجميل اسنان يعني تركيبات. مبدئيا تجميل اسنان، وده بدات ناس تفكروا كده، ناس طبعا بدات تفكر كده، ناس بدات تفكر ان هوليوود سمايل، كلمه هوليوود سمايل يعني اروح اعمل تركيبات في اسناني. ده فكره غلط. هوليوود سمايل مش معناها تركيبات اصلا. هوليوود سمايل يعني ابتسامه هوليووديه بس، ده معناها ابتسامه جميله، جميله، ابتسامه بيرفكت، مثاليه. اوصل لها ازاي؟ ده الهوليوود سمايل، مش تركيبات خالص. ممكن تكون هوليوود سمايل بالنسبه لك علاج لسه، ممكن تكون تبييض، ممكن تكون تقويم، ممكن تكون حاجات كتير غير التركيبات. اذا سنبدا حوارنا، واضح ان هو النهارده هيكون على زي ما بيقولوا على نار ليست هادئه، يعني على نار ساخنه للغايه. حوار ربما يكون فيه الكثير من المفاجات وايضا فيه الكثير من نقاط الهجوم. نبدا بالابيض والاسود والرمادي. ابيض اسود ام رمادي؟ هناك صراع دائم مستمر في عقول البعض، في عقول البعض، بين تجميل الاسنان وطبيعيه الاسنان، ناتشوراليتي. تمام. هل هذا المعتقد الذي قد يغلب التجميل على الطبيعيه في رايهم، يعني ان انا المهم الاسنان تطلع حلوه حتى لو ما طلعتش طبيعيه؟ ده بعض الناس بتفكر كده، في بعض المنظومات بتفكر كده، والبشر العاديين بيفكروا كده. الكلام ده ابيض ولا اسود ولا رمادي؟ لا اسود طبعا. اسود طبعا. المفروض حضرتك اصلا التجميل هو الطبيعيه. التجميل ان انا اوصل بيك للشكل الطبيعي اللي المفروض تبقى اسنانك عليه، او المثاليه بالنسبه لك في اللون وفي الشكل وفي رسمه الاسنان والفورم بتاعها، كل التعامل الفاينل ريستوريشن او التجميل اللي هنعمله مع الضوء يبقى زي بالظبط التعامل الاسنان الطبيعي. فبالتالي انت اصلا كدكتور تجميل هدفك الاساسي هو ان انت اسنان انها تبقى ناتشرال، ده هدفك الاساسي. تجميل ان الناس تشوفك تقول تاخد بالها ان اسنانك حلو، لكن ما تاخدش بالها ان انت عامل سنانك، ما تحسش ان في تدخل حصل حتى في اللون.
في ناس بيلاقي عليها الوان فاتحه جدا جدا، البي ال 1 ده افتح لون على الكره الارضيه، توفر وموجود، بس مش اي حد ينفع احط له بي ال 1، ما ينفعش حد لون بقى دهينه في شويه جريش او في شويه صفار واعمل له لون فاتح ابيض بيشيس وايت كده بالشكل ده، هتحس ان هو مش بتاعه، مش شكله. فبالتالي لازم تبقى واقف مع الحاله وتفهمها ايه اللي ينفع لها وايه اللي ما ينفعهاش. وفي الاخر عايز افهمك حاجه، لو انت سمعت كلام الحاله والحاله بعد ما عملت السمانه وبصت عليها وما عجبتهاش، انت المسؤول. والحاله ساعتها هتقول لك شيلها لي غيرها لي، يعني انت هتخش في دايلما مع الحاله ملهاش اي لازمه. فانت لازم يبقى عندك قرار، وقرار واضح، وما تتنازلش عن الصح. ممنوع في التجميل بالذات تتنازل عن الصح. يشاع او ينشر البعض انه الاهم الان في عالم الاسنان في 2016 ان تمتلك الاجهزه الاحدث. تمام، هذا هو الاهم. تمام، ان تمتلك الاجهزه الاحدث. تمام، هل هذا ابيض ام اسود ام رمادي؟ ابيض رمادي. لا لا لا، ابيض. مهم جدا انك تمتلك الاجهزه الحديثه. الاهم الاهم خالص. لا الاهم، لا لو كلمه الاهم يبقى اسود. اسود ده لو الاهم. انت نقلتنا من ابيض. اصل انت قلت الاهم. انا السؤال مبني على كلمه. لا. الاهم. لا خالص. الاهم اسود. الاهم المهاره. المهاره. ليه بقى؟ حاجة احنا بنشتغل تجميل من سنه 2000. يعني بقى لنا كام سنه؟ 16 سنة. تمام. كنا بنعمل تجميل من غير جهاز السلك. جهاز السلك ساعدنا جدا. ساعدنا في ايه عشان نبقى متفقين؟ ساعدنا في السرعه والدقه، انما ما ساعدناش في 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 الجمال. الجمال ده بايدك انت، انت اللي هتعمله. السلك في الاخر هو الحاجه اللي انت هتشتغل عليها تديك المنتج، لكن مش هو اللي بيدي المنتج. ودي غلطه الدكاتره كتير قوي، من اللي عنده سلك بيعتمد على السلك هو اللي بيطلع له المنتج. لا، هو السلك عنده لايبرري وعنده مكتبات بيطلع منها شغل، بس دي الاستنباط بقى اللي بدانا نشوفها. لو تخش مكان تلاقي فيه 50 واحده عامله اسنانها كلهم نفس الشكل، طب حضرتك اصلا ابعاد وشك غير ابعاد وشها، ازاي كلكم واخدين نفس الاستامبه دي؟ لان هو واخد من الاله وخد خد اللي خرج من الاله، جلزه وحطه في بق الحاله خلاص. لا، مفيش معنى كاركترايزيشن، لازم تشخص شكل الاسنان. يعني هنا دي فينير معموله باقل سمك على الكره الارضيه. الحاله دي حضرتك بص على الاسنان، ركز فيها، الاسنان فيها تعريج، لازم تعمل التعريج الطبيعي للسنه، لازم الضوء لما ينزل على السنه يديها البعد الطبيعي بتاعها، انما ما اخدش الاشكال اللي هي الاستنباط واحط استنباط كل الناس داخله. ما هو ده بقى ايه اللي هو النهارده انا ممكن اعمل 5 حالات، ما هم اخش صورك اعمل لك الاستنبه اللي طالعه والزقها لك، ما فيش حاجه اسمها كده. انت حضرتك جاي عشان تعمل ابتسامه خاصه بك انت، جاي تفصل، تعمل ديزاين ليك انت، لايق عليك انت. فلازم الدكتور يقعد ويبص على اسنانك ويعمل لك ديزاين ويعمل لك موك اب، ياخد مقاسات ويحط المقاسات دي على الكمبيوتر مع صوره وشك، ويبدا يعمل التحليل الابتسامه والديزاين للابتسامه، فيوصل للشكل الامثل ليك. وبعد ما يدخلها على السلك والسلك يطلع الاسنان، يمسك بقى السنان. الجانب الفني، انت التجميل الاسنان فن، فانت بتمسك السنه لازم بقى تديها التاتش بتاعك انت. ممكن هنا حضرتك بصيت على الاسنان، هنا هيك الاسنان فيها، احنا مكبرينها جدا. انت لو بصيت على الاسنان دي في بق الحاله عادي مش هتلاقي فيها اي حاجه، بس في التكبير انت هتلاقي ان احنا عاملين فيها تعريج وتعريج خفيفه قوي، وفي نفس الوقت الاضاءه اللي نازله عليها هتلاقي فيه ضي طالع من السنه، ضي مش في ضي، في حته ثانيه بتتعامل نفس تعامل الاسنان الطبيعيه. فبالتالي ده لما بيظهر في اي مكان شكله طبيعي جدا. هنذهب الى حاله تطبيقيه، حاله محمد عاطف كارتر. تمام. محمد عاطف حاله هنشوفها الاسبوع الجاي يعني هنلتقي بمحمد الاسبوع الجاي ونشوف التجربه بتاعته، بس النهارده هنشوف كده ملامح بدائيه من هذه التجربه الصعبه جدا، حاله. تمام. اسنان فروقات لسه. تمام. التي تحدثنا عنها كالمظلوم الاكبر اصبحت الان المنتصر الاكبر. تعال نشوف مع بعض من وايتي بحالة محمد كارتر، حالة صعبة، صعبة جدا. اسمي محمد عاطف،
33 سنة، شغال مدير إنتاج. مشكلتي كلها في أسناني والفراغات اللي جوه أسناني، ما بعرفش أضحك، ما بعرفش أتعامل مع الناس بطبيعتي قوي. شغلي كله بيعتمد على مظهري، اللي قدامي مش عارف أتعامل معاه كويس، مش عارف أتعامل معاه بطبيعتي يعني، حتى لما بضحك بحس إن أنا شكل الابتسامة بتاعتي مش حلوة يعني. طبعا انا حسيت ان الموضوع في حاجه مستحيله يعني ان انا اسناني ترجع طبيعيه او ترجع شكلها كويس. انا توقعاتي بعد ما نعمل العمليه ان شاء الله يعني الموضوع يختلف معايا 100%. الثقه اللي ما كانتش موجوده في ضحكتي او في تعاملي مع الناس والحاجات دي كلها اكيد هتبقى موجوده. الابتسامه هبتسم بقلب جامد جدا وهتعامل مع كل الناس وهرجع اتصور تاني بشكل طبيعي واسناني اكيد هتبقى ظاهره بشكل كويس. حقيقة من الحالات اللي انا كنت شايفها صعبة جدا، لكن لما شفت النتائج بتاعتها يعني قبل الحلقة انبهرت بصراحة، لانه حالة انا كنت شايف الفك فيه مشاكل، اللثة فيها مشاكل، الاسنان فراغات غريبة، الاسنان حجمها غريب، لونها غريب. يعني هنشوف النهاردة، مش عايز يعني زي ما بقول اسبق الحالة، هنشوف جزء منها النهاردة، والاسبوع الجاي هنشوف محمد عاطف في واحدة من اهم حلقاتنا، واعتقد ان هي واحدة من الحلقات تنضم بقى الى المجموعة الصعبة جدا، بحر والناس سوزي بس انا شايف بحر صعب جدا، بس برضو محمد عاطف صعب جدا. هذا بقى المنطقة التانية، المنطقة المهمة، الجاني والمتهم والبريء. يلا بينا. اتفضل. المتهم والجاني والبريء. جاني، متهم، أم بريء؟ سؤالين مهمين جدا هحطهم في سؤال واحد، سؤال مهم قوي. انه بعض الناس كان يعتقد، ده بكلم على المرضى نفسه، ان الابتسامه النسويه شيء جميل، يعني حاجه لطيفه جدا. وربما ايضا لو حطينا في السؤال، يعني طبيب يقوم بعلاج مشاكل الاسنان كن لا يقترب من اللثة او لا يعالج اللثة على الاطلاق. كلاهما، الشخص الذي يعتقد الابتسامة النسوية ده شيء جميل، والطبيب الذي يتجاهل اللثة، متهم ام جاني ام بريء؟ جاني طبعا. اثنين جناح طبعا، مفيش حاجة اسمها يعني الطبيعي، مفيش حاجة يعني، ما ينفعش تيجي تقول لي ايه اصل انا شكلي كده عاجبني، ما انت مش طبيعي يعني الشكل نفسه مش طبيعي. احنا لازم نبقى عارفين ان شكل اللثة الطبيعي لما حضرتك بتضحك بيبان من 1 لـ3 مللي. تمام. طيب من 1 لـ3 مللي يعني حاله محمد عاطف، دي حاله محمد كارتر. هنا لو حضرتك بصيت باين اكتر من 6 مللي. يعني باين ضعف اكبر قدر مسموح به من انه يبان في اللثة. انت حضرتك حاسس ان شكل الاسمايل كده مظبوط؟ لا طبعا، ما حاجه ما يختلفش عليها اتنين اصلا. يعني بكرر تاني ان دايما ان ربنا مدينا كمبيوتر في عينينا، حضرتك بتشوف الحاجه بتقرر انها سليمه او مش سليمه طبقا لابعاد ومقاس معينه محفوظه فيك. تمام. طيب احنا زي ما قلنا ان اللثه الطبيعيه بيبان منها من 1 لـ3 مللي، افريج 2 مللي، دي هنا 6 مللي، يعني في عندي 3 مللي زياده، وفي عظم كمان مغطي مع اللثه، في ليدج. فهنا لازم تتحول على طول لدكتور علاج لثه متخصص علشان يبدا يعمل لنا حاجه اسمها نحت تجميلي للثه، ولو احتاجنا نشيل كمان جزء من العظم هنشيله. هنا دي معلومه مهمه قوي بقى، ما ينفعش حضرتك تعمل تدخل في اللثه وتبدا تاخد مقاسات في التركيبات بدون موافقه الدكتور المتخصص في علاج اللثه، ودي الغلطه اللي بنشوفها في 99% من حالات التجميل. حضرتك الكيس تخش فدكتور شايف، هو شايف ان هي لحد ما محتاجه جنجيفكتمي قوي، ان هي تعمل نحت تجميلي للثه، ويوم هو عاملها وهو شغال ومعامل علاج اللثه حالا، شايل النحت التجميلي وماخد المقاسات ومسلم الحاله بالمره في نفس اليوم ولا تاني يوم وخلاص كده. تيجي الحاله بعد شهر 2 3 لما حصل انحسار للثه رهيب. انحسار يعني ارتفاع للثه، بعدت، لان هو طبعا اشتغل على وضع مش مظبوط، او اللثه نزلت عن المكان على على على, على الاسنان اللي هو عملها فبوظت التجميل، وده بنشوفه كتير. في كيس بتقعد بـ6 شهور بتعاني وعندها مشاكل كبيره جدا. ليه؟ لان في الفريق عنده مفيش استاذ دكتور علاج لثه، وفي نفس الوقت هو استعجل. حضرتك ما دام اتدخلت في اللثه يبقى لازم يكون معاك متخصص في علاج اللثه، ويقول لك امتى تبدا. انا بدخل الكيس لدكتور علاج اللثه وبمضي يعني بيمضي لي، يقول لي يوم الكذا هنشتغل، يوم كذا هتاخد مقاسات، وقبل ما اخد مقاسات لازم يشوفها.
حضرتك طب دلوقتي حالا ابدا علشان خاطر تبقى متاكد ان لسه تمام، لسه ما فيهاش اي مشكله، حصلها كومبليت هيلينج، مش حصل اي حاجه. اه تمام تمام. فده مهم قوي. دلوقتي انا حالات التجميل 99% لازم منها تعدي على علاج اللثه، على قسم علاج اللثه، لان ما دام عنده تجميل، خاصه الناس اللي عندها كراودنج، عندها تزاحم في الاسنان او اسنان راكبه على بعض او سبيسنج مسافات، في اي مشكله في رصه الاسنان او بروز في الاسنان او دخول في الاسنان، كل ده اللثه بتبقى فيها مش مظبوطه من غير ما تتكلم، يعني من غير ما ابص خلاص. هو اصلا ما دام بقى في سنه خارجه او سنه داخله او سنان بارزه او سنان داخله او طبعا حالات الجامي سمايل الصريحه، خلاص الكيسز دي على طول لازم تخش الاول علاج اللثه، تخلص علاج اللثه وبعد كده تبدا تعمل تجميل. ما تستعجلش، ما تعملش حالات حاجه في الحاله قبل حاجه، وما تعملش حاجه وما تاخدش مقاسات او تاخد وتبدا تصور الحاله وتركب لها تركيبات قبل ما تكون اطمنت اللثه وصلت لوضعها الطبيعي. هذهب الى التشخيص بتاع حاله عاطف، محمد عاطف كارتر. تمام. والتشخيص في هذه الحاله شيء مهم جدا لانه هيحدد خطه العلاج مبنيه على التشخيص. طبعا. والاسنان كلمه التشخيص فيها كلمه مهمه جدا جدا جدا. تعالوا نشوف مع بعض. نذهب الى منطقة مهمة جدا، لانه الحالة يعني بما انه حالة كارتر فرضت نفسها النهاردة علينا في هذه المرحلة، واعتقد ان الحلقة القادمة ستكون مفاجئة الى حد كبير جدا في تفاصيلها. لكن النهاردة برضو احنا بنطرح كل ما يتعلق بحالة انسان تبدو اسنانه في حالة يرسى لها وتبدو حالة مستحيلة للاصلاح. الوهم والشك واليقين. وهم شك ام يقين؟ بعض الناس من كتر مشاكل اللثه عندهم ما هي متفاقمه يعتقدون انه لابد من تدخل جراحي لمشاكل اللثه. الناس نفسها اللي بتفكر كده. وبعض الدكاتره بتقول كده للمرضى، انت مشكلتك مشكله جراحيه بقى. خلاص مش مشكله تعامل بره اوضه العمليات، لازم ندخلك اوضه عمليات بكل مقاييس غرفه العمليات. تمام. وهم ولا شك ولا يقين؟ لا وهم. عمليات تجميل، عمليات تجميل اللثه بنقول عليها عمليه، لكن هي اجراء بيتم في من 10 دقائق لتلت ساعه في العياده عادي خالص، ببنج موضعي عادي خالص، 90% 99% كمان مفيش بين خالص. ما يعني طبعا دواء يعني مش موجود. العلاج اللثه من اسهل العلاجات لو بيعملها متخصص، لو بيعملها واحد من الاسماء البارزه فيها، هتلاقي الموضوع بسيط جدا وسهل جدا. هي بس عايزه انت تبقى فاهم بتتعامل مع ايه، وتبقى فاهم دارس اللثه كويس قوي، لان اللثه بتعمل ردود افعال لازم تكون حافظها. قبل بقى ما نرحل احنا نروح، لكن نخلي الناس تشوف عمليه كارتر. تمام. ونقول ان الاسبوع الجاي هيجي محمد عاطف كارتر معانا ونتناقش معاه ويحكي لنا، ويكون حوار اكيد باذن الله. وفي الجزء ده انا بشكر استاذ دكتور كريم حمدي، استاذ دكتور علاج اللثه، لان ليه دور كبير جدا 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 في الحاله دي، يعني 50% من الحاله قايمه عليه. انت نورتنا دكتور نور. انا اتشرفت جدا. نشوف مع بعض كارتر، وخليكم دايما مع الناس الحلوه.
السمنه في حد ذاتها هي بقت هاجس. المجتمع المصري فاهم كلمه رجيم غلط. شفت الدول لتنحيف القوام وتشكيل الجسد. التكميم ببساطه بتعمل فرمله لموضوع الجوع. كريم انت كنت 210 كيلو، قصه محزنه. 210 هيبقى فيه ضغط على القلب، بتبدا السمنه تؤدي لحدوث امراض. خلاص انا همشي، لازم اعمل رياضه. الم في ظهرك يوقفك عند حدك، خلاص لا ما تكملش. هدف العمليه هو هدف الرجيم، هو هدف الرياضه، هو هدف اي حد انه ينزل، هو تغيير من طبيعه الحياه. مش بعدين المجتمع بارادتي، بعدين بقى غصب عني بامراضي. هل حد ساعدك وسندك في قرار العمليه؟ ولا حد بيقول شكرا وبحبك. وانا هتحدى الدنيا كلها عشانك. انا ضد هذا القرار، احكي لي كواليس اتخاذ القرار. هو ايه هدف العمليه؟ انا احرم نفسي بس ما احرمش نفسي على المدى البعيد من صحتي. نجاح العمليه يبقى احنا غيرنا من طبيعه اكله فيديها نجاح على المدى البعيد.